رشة ملح صغيرة كده. بس انا عايز اشكرك يا طارق على فكرة التفاح، ايه رأيك؟ لانها يعني لما بتخش حتة تفاح من التفاح الاخضر بالمزازة بتاعته ايوه بتعمل حاجة تانية خالص. بتعمل ايه؟ سي بتعمل ايه بقى؟ خدي حتة من تحت وشوفي هتعمل ايه. بتعمل ايه يا جيمي؟ بتديكي يعني مزازه كده، هي في مكعبات. انا هو واضح ان هو حطه لك انت لا بس. لا هو قدامك يعني سمع كلام مروان، انت تاخد لا انت عدس، الملوخيه لا انت عدس، والتفاح، وانا لا انا انت مش عدس قد خلاص، المقاييس. انت عدس عدس وبتطير. طيب خلي بس اقول لكم بسرعه كده احنا عملنا ايه. زي ما انتم شفتي شفتوا السمك ما اخدش وقت تسويه خالص. صدق حلو بجد تفاح. طبعا لازم يبقى حلو. واحنا والله بنهزر، برافو. احنا بنلعب كده. ميرسي. بتتعاملي مع اذكى جهاز طبيخ مخابرات. بصي بقى، ده اذكى جهاز طبيخ شويه دول عباره عن بصل متحمر على نار هاديه قوي، وتروح داخل عليه بحته ثوم حنينه. حنينه مش اي ثوم، حته ثوم ايه؟ حنينه. حنينه بتبقى عامله ازاي الحنينه دي؟ كده يعني بصي كده حته حنينه، يعني من تتكلم الحته الجوانيه تتكلم التوميه تحس بيك على طول. لو مش حنينه تسيبها ما تبخش بيها ابدا. لا هي هتقول لك. وبعدين لو شويه شخطت فيا يبقى مش حنينه. لو كده هيبقى خلاص. شويه بقى من الكزبره وشويه من البقدونس، وتسيبهم يشكشكوا مع بعض، ينزلوا المايه بتاعتهم. المايه تنزل، تفضل تنشف 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 لحد ما يفضل شويه ميه صغيرين كده قوي. تروح حاطط حته الزبده عليهم، تمام؟ ومقلبها وسايبهم على الجنب. تاخد السلق مع شويه الثوم مع شويه الكزبره، وتروح يا دوب يعرق. يعني انا مش عايزه يدبل، يا دوب يعرق 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 شويه صغير. تروح حاطه. طب ما نحط له ديودرنت عشان ما يعني. لا ما انا عايزه يعرق، انا عايز الريحه بتاعته. طارق يجنن بجد، حبيبي قلبي فظيع. حبيبي يعني قلبي. يا جماعه يعني بتكلموا طارق وبتقولوا له ان انت شاف رهيب، بس بجد لو دقتوا اكله انا نفسي طارق يعزمكم كلكم عشان تستمتعوا زي ما احنا بنستمتع كده باكله. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. الفا قنوات الاسره العربيه.